يقول السائل: ما حكم زيارات النساء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا تزور القبور مطلقة، لا قبر الرسول ولا غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. فزيارة القبور خاصة بالرجال، خاصة بالرجال، وأما النساء فإنها لا تزور القبور لهذا الحديث. نعم.